كثير من البلدان عاجزة عن حكم نفسها ويجب على الولايات المتحدة استعمارها. بهذه الكلمات يعود المثير للجدل إيريك برينس مؤسس شركة المرتزقة بلاك ووتر إلى الواجهة عبر تصريحاته التي أدلى بها في بودكاست أطلقه نوفمبر الماضي. موقع ذا انترسبت نقل عن برينس المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله إن عددا من البلدان لا تستطيع حكم نفسها خاصة في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، داعيا بلاده للسيطرة عليها وحكمها حكما مباشرا. كثير من البلدان في جميع أنحاء العالم عاجزة عن حكم نفسها بنفسها، لذا حان الوقت أن نعتمر قبعة الإمبراطورية مجدداً وأن نعلن للجميع أننا سنحكم تلك البلدان. فقد طفح الكيل ولن نسمح لهم بغزونا أكثر، ويمكن أن نقول أن هذا الأمر يسري على إفريقيا بأكملها تقريباً. أرى أن هذه الفكرة عظيمة وجديرة بالاتباع في أمريكا اللاتينية أيضاً. برينس هو شقيق بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعنصر سابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأمريكية، فيما تحيط السمعة السيئة بشركته بلاك ووتر الأمنية الخاصة والمتهمة بقتل مدنيين عراقيين عزل في بغداد عام 2007.